اللي انبثقت عن انتخابات 92 ما جددت الطاقم السياسي، اختلقت طاقم سياسي. هالطاقم السياسي اختصر الدولة برؤساء ميليشيا المال والسلاح، صار هن الدولة وما عاد في حدا لا بيحاسبهم ولا حدا بيراقبهم. زين اليوم لما اجى رئيس جمهورية من غير ميليشيا المال والسلاح حتما بده يصطدم بهالواقع. اليوم نحن مش بدولة المؤسسات، نحن بدولة كل رئيس سلطة من السلطات مختزل السلطة بشخصه، وبالتالي أكثر من هيك مختزل طائفته بشخصه أيضا، وصار من الصعب محاسبته لأنه رأسا بحولها كأنه عم نحاسب طائفته أو عم نص طائفته.